مواطنون بريطانيون انضموا إلى مؤيدي المظاهرات في مصر، وتحت شعار التضامن مع الشعب المصري تجمع العشرات. اختاروا السفارة الأمريكية ليحتجوا أمامها، فهم يرون أن السياسة الخارجية الأمريكية من أسباب مشكلات الشرق الأوسط، وقالوا إن المعونات الأمريكية للنظام المصري تنعكس سلباً على المتظاهرين في وسط القاهرة، حسب ما تقول ناشطة شاركت المحتجين اعتصامهم في ميدان التحرير. عبارة صنع في الولايات المتحدة مكتوبة على قنابل الغاز والرصاص وأيضا على الطائرات المقاتلة التي تحلق فوق المتظاهرين لتروعهم. هكذا ينفق النظام المصري أموال المعونة الأمريكية. المتظاهرون لم يكتفوا بالتجمع أمام السفارة الأمريكية، ولكنهم نظموا مسيرة استغرقت حوالي ساعة، اتجهوا فيها إلى السفارة المصرية في لندن، وقالوا إن هذه رسالة دعم إلى كل المتظاهرين الذين يخرجون في القاهرة وغيرها من المدن المصرية الأخرى. ردد المتظاهرون شعارا يطالب الرئيس المصري بالتنحي، وانضموا إلى مئات المصريين الذين كانوا يتظاهرون أمام سفارة بلادهم مرددين الهتاف ذاته. وينظم نشطاء مصريون في بريطانيا احتجاجات متواصلة منذ 25 من الشهر الماضي، ولكن ماذا ستقدم المنظمات البريطانية للاحتجاجات المصرية؟ وبتدينا مساندة أمام الحكومة البريطانية، وكذلك بيستمع إليها المسؤولين المصريين هنا في السفارة وبالتالي في مصر. وزارة الخارجية طبعا عندها فكرة عن اللي بيحصل في الشارع البريطاني الآن. الشعب المصري بيدعي عليه، الشعب المصري بيدعي عليه. وقد أعلن النشطاء البريطانيون والمصريون أن احتجاجاتهم مستمرة طالما تواصلت التظاهرات في مصر. أحمد الشيخ، بي بي سي، لندن.